بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة كونغوستو. تعرفنا في الحلقة السابقة على كيفاش نبدلو خلفية فيديو بخلفية متحركة، كيف شفنا عن طريق الكمبيوتر. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتعرفوا على كيفاش نبدلو الخلفية بخلفية متحركة أو صورة عن طريق برنامج VN. ما تمشيوش بعيد ونتشوفوا مرة فاصل. السلام عليكم مرة أخرى. غادي نمشي مباشرة البرنامج VN اللي هو هذا، نكليكيو على هذه علامة زائد، ثم نديرو نيو بروجيكت، وغادي نختارو أول حاجة الخلفية اللي غادي نخدمو عليها. فالفيديو غادي يكون طويل، غادي نختار خلفية متحركة. ممكن أنك تمشي ليوتيوب، فقط تكتب خلفيات متحركة وغادي يطلعوا لك. اذا انا يا قمت بالتحميل ديالها من قبل يوم هادو، ثم اوكي هاد السهم. غادي نشغلو الخلفيات اللي اختارينا، شوفوا هادو هما الخلفيات اللي اختاريت. كاين بزاف ديال الخلفيات بدون حقوق الطبع والنشر على اليوتيوب. دابا غادي نضيفو الفيديو اللي غادي نبدلو ليه الخلفية، سواء بصورة أو لا خلفية متحركة. أنا اختاريت خلفية متحركة، ثم غادي تجي الشريط الثاني، تابتو أد ستيكر بيب، تكليك على هذه، ثم تختار فيديو فوتو، وتختار الفيديو اللي بتبدل ليه الخلفية. طبيعة الحال يكون مسجل بالهاتف، ثم اوكي. اذا هذا هو الفيديو ديالنا. تكليك على هذا السهم، تكبر الجبال الحجم تاع الشاشه، ثم خدم الفيديو. تشوفوا الخلفية تم التحويل ديالها بنجاح. شوفوا الخلفية الأخرى كذلك. ممكن أنك تضيف خلفية فقط بالصورة، إذا بديتيش فيديو خلفية متحركة، مثلا فيديو متحرك، ممكن انك تبدلو بصورة. مثلا غادي نسحبو هادي، غادي نضيفو صورة، مثلا ثم اوكي. ختم الفيديو.
وطني إذن هذه مجرد صورة. كذلك ممكن أنك تضيف موسيقى، تضغط Add Music، تكليك على الشريط ثم تختار مثلا ثم أوكي، تختم فيديو. من بعد ما ساليتي من الفيديو ضفت الإضافات اللي بغيتي دير، مثلا الصورة أو الفيديو أو العنوان الصوت، ثم غادي تجي كليك على إكسبورت ثم الفلاش أوكي. تدير عنوان للفيديو مثلا إضافة خلفية تحرك، صافي. ثم كيف تشوفوا هو إكسبورتين بعد 30%. ثم دير سيف تو البوم، نمشيو للفيديوهات، كتشوفو هذا هو الفيديو. كان هذا هو موضوع حلقة اليوم، نتمنى بالفيديو نال الإعجاب ديالكم، لا تنسوش دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والمشاركة كذلك بين الأصدقاء. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.